آه شباب، النهاردة هوريكم ازاي فحص زيت البوبكات. هتفتح الغطاية من هنا هواتي، اول زيت يا شباب في زيوت البوبكات. طبعا ديتي زيت ايه؟ زيت الماكيني. تمام، زيت الماكينة يا شباب لازم يكون لغاية هنا، يعني من الحزة دي للحزة دي مش مشكلة، يبقى الزيت مظبوط. ودي يا شباب قربة المية، لازم تبقى ناقصة شوية، يعني لازم تبقى ناقصة كده، لو ناقصة زي كده يعني عادي. وده فنتر الديزل الغاز، يعني لو بطل منك زي كده غاز، بعد ما تعبي غاز تبقى تكرك له، تدوس على دي زي كده هيشتغل معاك بعد كده. كده باقي معانا ديت يا شباب فلتر الهواء مع الشد دي كده. تمام، وبعد كده تطلع الغطاية، بعد كده تنظف الفلتر، لازم تنظفه كل يومين عشان خاطر تبقى المعدة معاك خفيفة، ما تبقاش ماسكة معاك قوي. يعني كده باقي معانا زيت الهيدروليك على يمين البوكات، هتلاقي زيت الهيدروليك اهوات، هو معباية اهوات، وهنا هواتي تفضي الديزل، تعبي البوكات ديزل. يعني كده يا شباب انا وريتكم اياه الزيوت بتاعت البوكات. ارجو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والاعجاب وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.